أنت تقول اتخاذ حلول حتى وإن كانت هذه الحلول السريعة على حساب جهة أخرى، جهة على حساب جهة أخرى. قبل قليل تقول أنا أمسك العصا من الوساط وأعطي 60% معدل تراكمي و 40% امتحانات. دكتور يعني مع احترامي خلينا نرسى على برا شوية. لأنه صراحة إن أخذنا برأي الوزارة الآن المتداول حاليا الاعتماد على امتحان نهائي، هذا لا أعتقد فيه حق للطالب. أما إذا أخذنا بدعوى الطالب أو هموم الطالب يقولون بالأخذ بالمعدل التراكمي، هذا إجحاف نوعا ما، لأن ليس كل الطلبة اجتهدوا على امتداد العام الدراسي أو سيجتهدون في الامتحان النهائي. إحنا الحقيقة الحل السريع يعني يجب أن يكون لصالح الطرفين، لا نضرب طرف بطرف آخر اللي يقصد التربية على حساب. شلون يا دكتور أنت عندك الآن مشكلة بأنه إحنا أبنائنا راح يروحون للموت برجليهم، هذه المشكلة هي هاي القضية.